عم بتذكر كل تفصيل كان يصير معنا بالمسرح. بيقول بس كلمة إنه طالما في محبة ووفاء عند هالعالم وعندكم صراحة أنا صرت أشتهي الموت. صلى بحوالي 6 أو 7 أشهر على تواصل أنا والأستاذ سمير لحتى أكيد حطينا هذا البرنامج وأكيد الأسماء المغنيات وأكيد في مغنيات نحن دعيناهم وما ساعدتهم الظروف أكيد كانوا سوء حظنا ما يكونوا موجودين ميس حرب وكارمن توكمجي لحتى يكونوا معنا فكانت هي يعني ظروفهم ما سمحت فتواجدوا نجمات ومغنيات سوريات عم يعتلوا المسارح اليوم لحتى نكرم هي القامة السورية الكبيرة والأيقونة السورية ميادة بسيليس اللي هي والأستاذ سمير كويفاتي يعني كانوا ثنائي سوري متميز. طبعا أنا بأكد على كلمة سوري لأنه كرسوا الهوية السورية بطريقة جدا مهمة. ما بتذكر سمعت لهم غنية غير باللهجة السورية للمدام ميادة والأستاذ سمير وهذا شيء كتير مهم. وجودنا بالحفل هذا واجب وأقل شيء ممكن نعمله تجاه هالفنانة الكبيرة اللي تركت لنا هذا الإرث الكبير واللي علمتنا شو يعني الحفاظ على الهوية وكيف نقدم حالنا بأبهى صورة مثل ما هي قدمت حالها. هي أكيد رح تضل حاضرة بأغانية حتضل حاضرة بذاكرت كل حدا سوري. يعني الجمهور اليوم بيّن قديه الناس بتحبها حتى لو هي راحت بس هي أكيد باقية. يعني في مشاعر حزن كتير كبيرة وحسرة وغصة ويعني أنا بس عم طلع فيه وهيك وكلنا عم نطلع ببعضنا إنه كيف منقدر يعني شو منقدر نعمل لنحسسه إنه إحنا حاسين فيه كيف بس هو شايف هذا الشيء بعيوننا. أكيد أقل واجب لهيك أيقونة سورية تطلع الأمسية بهذا الشكل. يعني هي انعكست محبتنا انعكس احترامنا وفننا والشي اللي عايشينه كنا من سنين على صوتها.